تالت حاجه، دايما في ازمه فيتامين سي ونقصه في السوق، الناس دايما تقول لك لا انا عايز فيتامين سي كومبلكس، مش عايز فيتامين سي المصنع اللي هو الاسكوربيك اسيد. ومفيش فيتامين سي كومبلكس مسجل في السوق المصري كفيتامين سي كومبلكس كده، عاده اللي موجود بيبقى مهرب من بره وبيبقى بارقام فلكيه. ليه تدفع مئات الجنيهات في فيتامين سي كومبلكس وانت ممكن عندك في البيت حاجه ببلاش كده فيتامين سي كومبلكس رائع؟ كوبايه عصير الليمون ده على فكره فيتامين سي كومبلكس فعلا، مفيش فيها فيتامين سي مصنع ولا حاجه، لا ده فيتامين سي كومبلكس كامل، هيديك فيتامين سي اللي انت محتاجه. غير كمان ان الميزه الكبيره قوي واللي كلنا عارفين ان العصير الليمون فيتامين سي، لا انا اركز بقى في حاجه تانية كمان. عصير الليمون من اكتر الحاجات اللي ممكن تحميك من الحصوات بتاع الكلى، لان السيتريك اسيد اللي فيها بيمنع حدوث الارتباط بين الكالسيوم والاوكساليت عشان يكون حصوات الكالسيوم اوكساليت. غير كمان عصير الليمون احنا كلنا عارفين ان هو حمضي، بس في خلال ساعه بعد ما تشربه بساعه بتحول لقلوي. فده مفيد جدا لمكافحه النقرس، يعني مرضى النقرس اللي عايزين يخففوا اعراض النقرس عندهم اشربوا عصير ليمون. عصير الليمون هيزود مناعتك عشان ان هو فيتامين سي كومبلكس، غير كمان انه بيكافح النقرس وبيقلل حموضه البول، غير ان هو بيمنع حصوات الكلى بكالسيوم اوكساليت.